هذا وقد أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن إقامة الملتقى الحكومي خطوة مهمة لتقييم الأداء ومراجعته، وفرصة للاستفادة من الخبرات كافة لإعداد برنامج الحكومة للأربع سنوات القادمة بما يواكبه من تحديات، وعلى رأسها تحقيق الهدف المنشود بتحقيق التوازن المالي، وذلك دعما للرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى نحو تطوير الأداء الحكومي وإعداد المبادرات التي تنعكس بإيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالنتائج التي خرج بها الملتقى الحكومي برعاية من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث يعكس الملتقى حرص الحكومة الموقر على متابعة ومراجعة كافة البرامج والخطط الموضوعة لخدمة المواطنين، مثمنا معالي تمكن الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والبرامج من تحسين جودة العديد من الخدمات الأساسية.